الاسم الكامل الصنهاجي محمد، بائع دجاج، مدينة وجدة، رود كازا. المرحلة الأولى نوزنو الدجاج، بعدها نذبحوه ونديروه في المطايب، نديروه في الرياشة، ومن بعد نغسلوه بالماء من السقاية، الماء صافي، ونخويوه نعطيوه للكليون. من طبيعة الحال المحل ديما خصو يكون نقي، ما رايتش هذا، خصو يكون الأساس بعدها هو الملحم يكون نقي، فهمت؟ والإنسان بذاته. علاش؟ ها؟ علاش؟ على حساب غير الكليون، من طبيعة الحال خصو بعدها يكون الواجهة هي الأولى. بالنسبة حاليا يعني واش الدجاج الناس اللي كيجيبوا الدجاج؟ ملي لونصاو هذاك الفيديو الناس بحال اللي صافي مابقاوش يثقوا في الدجاج. هذاك السيد بيلم هذيك الدجاجه مقروضه، الدجاج كيما يتقرض يزرق، وكيزرق يطلق داك الخضوريه، داك الزروقيه، هو ما بقى ما يدير، صافي مريح قال راه نلونسيها. ما كان لا مرض لا والو، غير مقروضه هذيك الدجاجه، ما كانش شي مرض ولا المشاهد هادشي، راه غير دجاجه مقروضه كي تطول عنده في الحنز راه تزرق. علاش كتزرق؟ داك الدم هو اللي الدم هو اللي يزرق، فهمت؟ الدم يزرق شحال ما طول. الماء فوق واحد 13 سنه ولا، وانا في هذه الحرفه ما عمرني وقع لنا هذا الشيء. هذا لسان نصحهم باللي الدجاج راه ما فيه والو. انا راه ملي بديت حياتي كما عمر شي واحد رجع لي شي دجاجه، الدجاج راه صافي مليح كما تلاحظوا في الحانوت، ما كاين والو، لا مرض لا والو. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في العشرين يوتيوب، بارطاجيو الفيديو، ديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.